بسم الله، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. الزول في اللون حبيبتي، اليوم حبيت نشارك معكم واحد المنتوج كيسموه سينف. هذا هو، هذا السينف هو منتوج أمريكي، وهو منتوج الأول عالميا في إنقاص الوزن. هو منتوج الأول عالميا في إنقاص الوزن، طبيعي 100% ومستخلص من نبتة الصبار، حاصل على 18 شهادة استحقاق ومرخص في 170 دولة. هذا السيناف على كيسموه السيناف، سي هو كلين، كلين بلونغلي معناتها منظف وتنظيف، وتسعة هي 9 أيام نفس شوخ. تنقصي من 5 حتى 15 كيلو، من 5 حتى 15 كيلو. قبل ما نبدأ حبيت نقول لكم بلي أنايا صاحب المنتوج راهو دا منتوج مرخص، هذه لأنه نعرفه هذا السيد عطى لي، يعني عطى لي هو قريب صديقتي على بها، عطى لي هذه الورقة وعطاني منتوجات أخرى أنا حبيت نشارككم عليها. أنا هذا المنتوج أنا شريته، دوك نفهم لكم هذا المنتوج تافه. هذا المنتوج فيه 2 علب تاع مشروب الصبار. هذا اش تيدير؟ هذا ينظف الجسم كامل، يعني هذا الغيجيم ماهوش غيجيم كيما اللي موالف نديرو، غيجيم تاع روحو ونقص الماكله وراك تنقص ومن بعد تصيب صحتك راحت تصيب روحك مش هاب، هذا مدروس. هذا اش يدير؟ هذا كي شغل ينظف الجسم، هذا يستعمل مده 9 ايام. هذا دوك انا ما نقولكمش كيفاش تستعملوه، اللي تحب تتصل بصاحب المنتوج بالموسع. وفيه هذا اللي هو البروتين. البروتين ما هو العمل تاعو؟ البروتين هذا هو اللي نشربوه في هذه القاروره، ممكن راك ديري في الرياضه لانه من الاحسن ديري حتى 30 دقيقه رياضه يوميا مده 9 ايام فقط، بصح تنقصي اكثر من 15 كيلو. هذا البروتين يعوض الجسم ما فقده من الطاقه. علاه؟ لانه العضله عباره عن بروتين، كون نبداو نقصوا الماكله يبدا البروتين الطاقه تاعنا تروح من البروتين، ما تروحش من الشحم، وهذا ماشي مليح لصحتنا، يعني هذا منتوج مدروس. الكميات قلت لكم صاحب المنتوج هو الموزع هو اللي يعطيكم. كاين ثاني هذه، كاين هذو يعني توزنوا لو تور دو تاي مع لو تور دو باسان تاعكم مع الوزن تاعكم على الميزان كل يومين. وهذا عباره عن كبسولات هنايا، هذا مكمل غذائي بالمخدوم من الاحشاب والكروم. هذا يزيد حرق، يقوي الحرق في الجسم. وهذا ثاني عباره عن هنا كاتبين فايبر يعني لي فيبر الالياف. هذا يحسسك بالشبع، تحسي روحك شبعانه كي تاكليه. هذا فيه 9 شكاير مده 9 ايام. وهذا هذو يمنعوا حبوب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ايام يمنع الشهيه. هو صح وما منع لك الشهيه، بصح ماشي كيما حنايا نمنعوا الشهيه وراني حارمه الجسم تاعي، هو لا يمنعك ما تحسيش بالجوع. بصح راه عاطي لك هنايا فيتامينات، او عاطي لك هنايا منظف للسموم، او عاطي لك هنا بروتينات، يعني منتوج مدروس وراهم عارفين روحهم شنو يديروا، يعني ماهوش منتوج غير هكذا. البنات انا كل ما تجيش عندي ثقه في هذا المنتوج، لانه نقول لكم صراحه انا صديقه اختي جرباته وعجبها، عجبها بزاف، ومن بعد اعطاته لثاني الخد صاحبتها جرباته كان عندها وزن ثاني زائد، اعجبهم بزاف. اختي قلت لها اني حابه ننقص واحد 10 كيلو، يعني اني حابه ننقصهم مع الولاده مع الرضاعه، بصح انا دروك ما نجربهمش مادام اني نرضع. انا شريت المنتوج لكن ان شاء الله نحبس الرضاعه ان شاء الله في الايام القادمه، راني معوله نحبس الرضاعه لبنتي ونجرب المنتوج، وان شاء الله ان شاء الله نشارك معكم النتائج. كالعاده نحبسوا شويه الوصفه تاع لي ديسير والكريم والكاطو، شويه نصقبوا شويه روحنا اللبسه تبدا تجينا، يعني منتوج صراحه البنات انا وحده من الناس عجبني، يستحق التجربه.
كاين ثاني منتوجات واحد اخرين البنات حبيت ثاني نقول لكم عليهم. كاين انا مثلا هذا دونتيفريس لتبييض الاسنان، هذا ثاني عجبني، منتوج هايل. هذا لتساقط الشعر، هذا تاع الشعر يجي هكذا بل هذه يعني ترشي بها كشعر. هذا انا ما شريتوش، هذا يعني صاحب المنتوج قلت له اعطي لي منتوجات واحدة اخرى عندك. هذا ثاني شوفوا كاين هنا تاع التبييض، عنده تاع العرق، عنده تاع يعني كي يسموه تاع الاماكن السوداء يعني تحت الابط، ويعني هذوك الاماكن اللي تجي مسوده يعني مثلا هنا في الكوع هنايا بعض الاماكن يجي سوداء يرجعوا لك بيضاء. كاين ثاني اللي عنده واحد الدرجه تاع الحروق يعني لي سيكاتريس مثلا كيما انا هذا مثلا حرقت من الكوشه مثلا، يعني هادو كامل اللي يجوا هكا خفاف يعاود كامل اللي لابو تاعك. انا هذه شعل من قعدت لي يعني تحرقت بزاف دخلت يديا في الكوشه، راهي لليوم قعدت لي هنا لا سيكاتريس بورتون درت لها دي كريم. ما ان شاء الله نجرب هذاك المنتوج، يعني فيه يعني شوفوا فيه منتوجات انا اللي عجبني فيه مدروس، ماشي قال لك شربي تيزانا كيما واحد الوقت كنا نشربوا واحد التيزانه ومن بعد دير لنا اسهال حاشاكم لا دياغي ومن بعد تحسي روحك في الشلانه وميته، وحنا كنا نفقدوا فقط في الماء ما كنا لا ننقصوا لا والو. هذا المنتوج مدروس. انا عارفه دوك تقول لكم ديروا في لا بيبليسيتي، انا قولوا علي راكم ديروا في بيبليسيتي ولا ما على باليش. على كل حال انا مانيش خاص عليه لا بيبليسيتي، انا هذا المنتوج اللي شريته انا شريته بالدراهم فقط لمعلوماتكم. بصح عجبني وحبيت نشاركه معكم. ان شاء الله انتوما تصيبوا رقم الهاتف تاع السيد هذا تاع الموزع مع الفيسبوك تاعكم، اي معلومات اي معلومات كاين في رابط الوصف الفيسبوك تاع الموزع، كاين رقم الهاتف تاعو وهو يفهم لكم كل شيء. هذا المنتوج ممنوع فقط لاصحاب مرضى القلب، اما بالنسبه اني باغي نفرح اصحاب الغده، اصحاب الغده يعني ما ينقصوش الغده شهوه الدور تاعها هو انها تحفز الحرق. الغده كي تكون خامله يعني ما تخليش الحرق في الجسم. هذا المنتوج يساعدكم مرضى السكري، بصح دائما نقول ونعاود دائما باستشاره الطبيب، اللي عنده اي مرض استشاره الطبيب لازمه، يعني ماشي ديروا منتوج ومن بعد السيد قال لنا، اللي عنده مرض اي حاجه تدوها جديده استشاره الطبيب لازمه. هذه فقط للمعلومات. ان شاء الله اذا عندكم اي استفسارات انا في اليوتيوب اللي قادره نجاوبكم عليها كتبوا لي في اليوتيوب ان شاء الله نجاوبكم هذو الايام. اما اذا استفسارات عند صاحب المنتوج الهاتف راهو تحت في صندوق الوصف، والفيسبوك تاع الاستاذ هذا تاع الموزع هذا كثر خيره بارك الله فيه او عطاني المنتوجات، هذو هما اللي بقاو له يعني تمنيت تكون زاد لي منتوجات واحده اخرى، يعني قال لي هذو هما اللي بقاو لي. يعني نقول لكم حاجه يعني كاين عليه تهافت كبير، انا لانه شفت التهافت يعني اللي عليه يعني المنتوج تاع بصح الناس راهي تدي راهي تعاود تزيد. ملاحظه سمحوا لي، مثلا اللي عندها وزن زائد كي تكمل هذا ما تزيدش سينا في واحد اخر، لا لا تزيد الاف 15، يعني لازم تفوتي قبل بالسيناف كي تكمليه تنقصي 10 كيلو ولا 15 كيلو باه تزيدي تشري الاف 15. البنات سمحوا لي الثمن مع طريقة الاستعمال اتصلوا بصاحب المنتوج، ما نقدرش لانه كل واحد والمرض تاعو كل واحد والسن تاعو كل واحد لوكا تاعو، يعني السيد راه دارس على هذا المنتوج، انا ما نقدرش انا مانيش دارسه على المنتوج، انا عطاني هذه المعلومات يعني فقط هكذا ليا. كل واحد وكيفاش يهضر معاه، يعني سقسيك شحال الوزن تاعك اذا عندك مرض اذا عندك يعني ما تشوفوا الحاجه المنتوجات اللي تاكلوها ما تريسكوش بعمركم. ديروا حاجه يعني صح نقصي في الوزن بصح ما تخسريش صحتك، سقسي صاحب المنتوج يعطيكم المعلومات كامل وان شاء الله يا ربي. انا متاكده انا متاكده متاكده ان شاء الله ان شاء الله رايحين تصيبوا له فقط معلومه ثانيه واحده اخرى. انا كوني غير نتفكر المعلومات، هذا المنتوج يحب الرياضه، يعني مادام ديري الرياضه مادام يزيد يعاونك اكثر واكثر. هذا المنتوج هنايا عنده هذا الدفتر يفهم لك كلش بالفرنسي وبالانجلي،
اللي ما يفهمش الفرنسي والانجلي يقدر يتصل بصاحب المنتوج اذا عنده اي استفسار واحد اخر، لانه هذا منتوج امريكي ماهوش منتوج جزائري. وهذا ما تصيبوش في المحلات، ملي تصيبوا في المحلات مغشوش البنات، هذا عنده صاحب المنتوج وبالورقه تاعو، ماشي ارواح واي منتوج يبيع لكم اي واحد. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، يعني اعطيت المعلومات اللي عندي. ان شاء الله البنات نكون فدتكم. شنقول لكم، ان شاء الله نلتقي في الايام القادمه ان شاء الله في حاجه جديده، ان شاء الله كل يوم نجيبوا حاجه جديده ان شاء الله يا ربي. كالعاده كن في قناه حاويلي، دمتي متالقه، والى موعد قريب ان شاء الله.